حتى تتخلص من الكرش، راح يقول لك قلل أكلك، اترك دهون. هذا الشيء مو صحيح. الصحيح راح أفهمك عليه، تابع لي. أكو حلول علمية، هاي إذا طبقتها خلال شهر أوعدك أنه تتخلص من دهون الكرش. الكرش بي نوعين، نوع هذا اللي بالصورة اللي هو الصلب ويبدي من فوق، وهذا يكون صلب والسبب الرئيسي هو مشاكل بوظائف الكبد. شنو السبب اللي خلى هذا الكبد بهاي الصورة؟ لأن رقم واحد أنه إفراط بالسكريات، وطبعا من أقول لك سكريات، حتى سكريات بالفاكهة اللي بيها سكريات وحادية، وحتى الزيادة بالتمر، فلازم تتناولون الخضروات، لأن الخضروات هي راح تحافظ لنا على الكبد. فإذا كان تناولنا بالغذاء بالخضروات قليل وبالسكريات عالي، فراح يسبب لنا مشاكل بالكبد، فلازم تكون الخضروات أكثر. الشغلة الضارة بالكبد هي شنو؟ هي الجلوتين الموجودة بالقمح، لأن هسه هاي المادة مضاعفة ومكررة، فراح تسبب لنا مشاكل بالكبد. وأيضا الزيوت المهدرجية راح تسبب مشاكل بوظيفة الكبد. وقلنا هذا الكرش القاسي هو أخطر من النوع الثاني بالنسبة للدهون. وهذا النوع الأول راح يسبب مشاكل اللي هو السكري، ضغط الدم، تصلب الشرايين وغيرها. بس أكو شغلة، أنه هذا النوع من الكرش يكون التخلص منه أسهل من النوع الثاني. النوع الثاني اللي موجود بالصورة اللي هو يكون لين ويكون أسفل البطن، وهذا مين يجي من التوتر؟ التوتر يكون عاطفي أو نفسي أو حتى ضغط بالعمل. وأكثر شيء ينصابون به اللي ما يمارسون رياضة. والنوع الثاني من الأسباب اللي تسبب هذا الكرش هو مقاومة الإنسولين أو ارتفاع مقاومة الإنسولين. هسه نجي على الحلول. الحلول راح تكون علمية وحتخليك تتخلص من دهون الكرش، وطبعا ما راح تتوقع هاي المعلومات اللي أصلا ما حد ماخذ فكرة عليها صحيحة. ريت هذا الفيديو نصعد، وانتظروني الفيديو الثاني إن شاء الله راح أنزله بالحلول. تحياتي.